اهلا بالاحبة الفي اهلا مشتاقين. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، كيما راكم على بالكم رانا في اجواء بطولة العرب قطر 2022 2021، راهم يعني دهشونا من ناحية التنظيم ومن ناحية الملاعب. راكم على بالكم الفريق الوطني راه بدا يدخل في البطولة بصفة تدريجية، خاصة مباراة اليوم ضد فريق لبنان، تلعب كرة آسيوية، سما راح ننوعوا شوية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح تبان المستوى تاع الفريق الوطني بالنسبة للفرق العربية الآسيوية، وإن شاء الله راح تكون إن شاء الله تكون هناك نتيجة إن شاء الله في قيادة الشيخ بوقرة. راح نشوفوا خطة أخرى إن شاء الله، ونشوفوا توظيف لاعبين يقدر ممكن تحضير لمباراة مصر إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله للفرق العربية جميعا إن شاء الله. هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في قوة قدوم، راهي ساعتين تاع النهار مازال ساعتين بعد قليل إن شاء الله عندنا ماتش راح نشوفوه راح نفرجوه الجزائر لبنان. إن شاء الله الجزائر تربح، واش تقول يا جماعة؟ إن شاء الله إن شاء الله تربح، واش تقول وكل كيلو تشبه إن شاء الله تربح خويا مربوحة، وما ننسوش فلسطين إن شاء الله على الأقل تربح أي ماتش إن شاء الله. هيا سيدي، هيا السلام عليكم، دوك تو سويت نعجبكم ديريكت الماتش. كما راكم تشوفونا سيباراسيون، الجمهور كاين، الجمهور كاين، انا في Thank you.
ضيعنا فرص بزاف وان شاء الله دوزيام ميطون ريكوبيري والماركي ان شاء الله ان شاء الله او عندنا في شي خام الشوط الثاني ان شاء الله الشوط الثاني هذا قدموا اداء مليح تكون فينا ان شاء الله خلصوا 2-0 ليلي موجع ان شاء الله ان شاء الله هذا تاعك على بريمير ليغ
خاصة البيت برك خاصة البيت المنتخب اللبناني يتطور من أدائه يخرج الأمام.